من سنتين تقريبا أنا وسيادة الرئيس جينا على هالمنطقة بعد الحرائق والمشهد المؤلم والقاسي اللي كان موجود. هذا المشهد طبعا كان مؤلم لإلنا كلنا كسوريين، بس أكيد كان مؤلم لإلكن إلكن أكثر، أنتوا أهالي الأرض وأنتوا أهالي هالقرى. وبوقتها يمكن كان كتير سهل الواحد يستسلم ويفقد الأمل، خاصة بالسواد اللي كنا نحن عم نشوفه تقريبا بكل الضياع بالمنطقة. ولكن أنتوا ما استسلمتوا، وأكثر من هيك ما وقفتوا عند الحلول الإغاثية السريعة اللي كانت ممثلة بتوزيع المنح والتبرعات العينية. لا، أنتوا كملتوا وفكرتوا بحلول تنموية وبمشاريع مستدامة طويلة المدى. والشيء اللي تحقق بهاي المنطقة بالفترة القصيرة بتحويل الحريق لانتصار عن الحريق هو تجربة مهمة لإلنا كلياتنا. تجربة مهمة مو بس لأنه رجعناها خضرة، لأنه رجعناها طورناها لتقدر تكون أحسن من ما كانت. وهي المنهجية وآلية العمل اللي من خلالها قدرنا نتغلب على المحنة الكبيرة اللي واجهتنا هي نفسها منقدر نستعملها لنتغلب على أي محنة بتواجهنا، سواء كانت حريق أو غيرها. هي انطلقت من الإرادة والإيمان، بس اعتمدت على التخطيط، على التنظيم، على العمل، وعلى الحالة الجماعية اللي أنا عم أشوفها اليوم، اللي هي تمثلت بالتعاون بينكم أنتوا كأهالي المنطقة، بين الإدارة المحلية وأجهزتها، بين المنظمات الشعبية والمؤسسات التنموية. ولولا هذا التعاون ما كنا شفنا النتائج الإيجابية اللي نحن عم نشهدها اليوم. فهالتجربة الرائدة بالعمل الجماعي أكيد لازم نعممها لتقدر توصل لكل المناطق اللي ضررت من الحرائق، وخاصة إنه هاي التجربة بتعزز اللامركزية الإدارية، واللي نحن بأمس الحاجة لإلها لنقدر نعمل نهضة بمجتمعاتنا المحلية. أنا وسيادة الرئيس كتير فخورين فيكن، فخورين بمحبتكن للأرض، لأرضكن، بانتمائكن لإلها، فخورين بحيويتكن والنتائج الهائلة اللي أنتوا حققتوها بفترة قصيرة. منحبكن كتير وأكيد مكملين معكن لترجع خضرة وأحسن. كل عام وأنتوا بخير.